إذا قيل هل أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن هناك من يتصدر لهذه الأمة وهو ضال فيكون عنده أتباع فيغرر بالمسلمين؟ فقل نعم. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند البرقاني: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. ولذلك عند أحمد: أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان، يعرف كيف يتكلم. فكما أن هناك أئمة في الخير وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، كذلك جعل عز وجل أئمة ورؤساء في الشر، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. فالحذر، الحذر من هؤلاء الأئمة الذين يتسترون بلباس الدين، وللأسف وهم الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث حذيفة: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها.